عسلامة يا توانسة، كالعادة نثبتوا شكون قاعد يشوف فيا، حتى مازال ما خرج لي حتى حد. تفضلوا. سبع، مرحبا بيكم. يظهر لي فما برشا عباد يقولوا لي قاعدين نستناو فيك نستناو فيك، وينك ما تكلمتش. انتم تعرفوا اللي الحزب الدستوري الحر هو الحزب متاع الفعل، الحزب مش متاع الكلام، وخاصة الحزب ماهوش متاع الركوب على الأحداث لسبب بسيط، هو أنه الحزب الدستوري الحر هو من يصنع الأحداث وصنع الأحداث وساهم في كل الأحداث. نحب نقول للناس اللي استنيتني من بالطريقة اللي هي تقول لك أنا الأستاذة عبير موسي عندي ثقة في قراءتها ونستنى في نقطة تنويرية، نقول لكم هاني موجودة. أما النقطة التنويرية تتطلب أني تكون عندي كل المعطيات، تتطلب أني تكون عندي كل القرارات اللي باش تصير ولا صارت، وأني نتبع شنو اللي فما وما فماش، ونتبع بخلاف الحدث الأساسي اللي هو شفناه البارح شنو التبعات وشنية ردود الأفعال وشنية المواقف وشنو اللي يجي بعد إعلان النقاط الأولية اللي سمعناها البارح. وبالتالي باش ننوركم يلزم انا تكون عندي المعطيات، والمعطيات يلزمني وقت باش نشوف وباش تجتمع هياكل الحزب، لاني في كلامي نمثل الحزب الدستوري الحر. اما نحب نوجه رساله خاصه لجماعه اللي بداوا وين يا عبير موسي، هاي لبدت وين يا عبير موسي ما شفناهاش. بعض الاذاعات الماجوره اللي تعرفوها قال لك ليه سي الامارات ولا شنيه خرجت من الحكايه، دخلوا فيها الامارات كالعاده. فما سي سمير الوافي قال لهم اختفت عبير موسي. فما الياس الغربي قال لك سيلوش كيفاش الحزب اللي هو الاول في السونداج ما يحضرش في الاحداث هذه. نوعيه ردود الفعل هذه ونوعيه التساؤلات المشكه هذه راهو انا نحب نجاوب عليها. ولا زادك جماعة رد بالك، الكلمة بحسابها، يمشيش تجي ضد الشعب، يمشيش ما تقفش مع الشعب. أنا نحب الناس هذوما كلهم على بعضهم، نحب نقول لهم يا أخي أنا وقت اللي أنا مع الشعب، وأنا وين تسألوني بالأخص لهنا باش نتوجه لسمير والياس واللي خموا كيفهم في بعض المنابر، كي أنا تقول لي شكون حليفك وش بيك ما تحطش يدك مع الحزب الفلاني والحزب الفلاني، نقول لك حليفي الشعب. وقت اللي تجيو تسالوني تضحكوا عليا، كي نقول لكم انا بالنسبه ليا كي نعمل اللايف في مجلس النواب لاني قاعده ننور في الشعب ونوري في الشعب في الكواليس في الخنار اللي ما يكونش باش يعرفوا كان انا ما نحلوش هكاكا، وما يكونش باش يعرف مواقف السياسيين، وما يكونش باش يعرف وقتاش باعوا تونس ووقتاش باش يبيعوا تونس. انا الشعب ما استنيتش البارح ولا اليوم الصباح باش نصطف مع الشعب وباش نولي في صف الشعب، انا من نهار الاول رافضه اني نصطف مع حتى حد الا الشعب. ويظهر لي نحب نذكر وقت اللي نجيكم انا للي بلاتو ولا تعملوا بلاتويتكم بتاع نهار لحد باش تعملوا حصه تقطيع وتريش على عبير موسي المستبده الدكتاتوريه الاستئصاليه، خاطرها قاعده تفضح في سيدهم الشيخ وخاطر قاعده توري في كل المخاطر. وقتها انتوما ما كمش مستعرفين باللي انا نعمل فيه واللي يعني فيه الحزب الدستوري ونضالات الكتله بتاع الحزب الدستوري في البرلمان واعتصاماتها ضحكتوا عليها، والكاسك هذاك على خاطرني مهدى من الارهابيين بتاع سيدهم الشيخ ضحكتوا عليهم، وجيلي بربال ضحكتوا عليها، والمسيرات اللي خرجوا فيها عشرات الالاف بتاع التوانسه هذوك ماهمش الشعب؟ عليه اللي خرجوا في سوسة واللي خرجوا في بيجة واللي خرجوا في صفاقس واللي خرجوا في باردو واللي كلاو الترايح من عند الأمن واللي اعتصموا قدام اتحاد القرضاوي الإرهابي، هذوكم وروحوا متلين تريحة من عند المشيشي، وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي كل ما نتعرضنا بذلك العنف. ما كناش ندافعوا على الشعب، ما كناش نفطنوا في الشعب، ما كناش ننوروا في الشعب، ما كناش مصطفين مع الشعب. احنا رانا ما نستناوش النضالات نتاع الساعة 25 اللي تلبد تلبد تلبد، وقت احنا نبداو في الميدان، وقت احنا وصلنا للموت في باردو كيف قطع علينا المشيشي طرف باراسول وطرف مانو شربوه، وقت اللي وصلنا شبابنا ملوح في القاعة المجروح مجروح والطايح طايح ونسينا قالوا لهم اللي ما يتقالش على خاطر باش يحميو تنظيم ارهابي. احنا وقتها الناس لابده
وتضحك علينا وتقزم فينا وتغلط في الشعب التونسي وما هيش قاعده تقول له احنا فيش قاعدين نناضلوا، احنا قاعدين نناضلوا من اجل فرحه الشعب التونسي اللي اليوم راو الشعب فرحان بها. والشعارات اللي احنا رفعناها في مسيراتنا، الشعارات الاجتماعيه والشعارات اللي هي على التجويع، وقت هزينا الميغافون وضحكتوا علينا، وقت اللي قلنا لكم راهي الشعب جايع جايع وتونس باش تتبيع، وقت القروضات بالألفين مليار يعديها سيدهم الشيخ بالفلسه ويبداو هكا هزين رواحهم وما يعبروكش، وقت اللي يخرقوا القوانين، وقت يدوسوا على النظام الداخلي، وقت يدوسوا على الدستور، واحنا نقولوا لكم يا شعب تونس فيقوا، راهي الدوله في خطر، راهو الامن القومي في خطر. كي نحكيو مئات المرات على عريضة سحب الثقة تخرجوا تضحكوا علينا، واللي يقول لك ليه باش تسجل بها نقاط سياسية، واللي يقول لك ليه ما صححيش، واللي يقول لك ليه انت مستبدة وما تحبش حياة سياسية ديمقراطية. هذوما اللي كانوا يحكيوا علينا هكا ويضحكوا علينا ويشوهوا فينا، اليوم باش يعطيوني انا درس كيفاش نصطف مع الشعب التونسي وشنو نقول وما نقولش ووقتاش نتكلم وما نتكلمش. انا وقت اللي يوفى الاسهال نتاع الكلام، خاطر الكلام ساهل، اما وقت الرسمي ما لقينا حد. بعد ما نقرا بيانات الناس الكل، خلينا نشوف شكون قلب الفيستا، خلينا نشوف اليوم بيانات نقرا فيهم قلت سبحان الله. تو وقت 2011 العباد الكل كانت في التجمع ودارت على التجمع، قلنا يا سيدي قلبوا الفيستا تو باكش يتربيو. نلقى الناس اللي كانوا مع سيدهم الشيخ اللي محلا ضحكته واللي محلاه واللي يلزم الديمقراطيه والتعايش، واللي يزكيوه وقت يمنعني من دخول البرلمان، واللي يزكيوه وقت يمنعني من دخول المجلس، واللي يزكيوه وقت انا وصلت للموت على اتفاقيه قطر باش ما تتعداش. اليوم نغزر في البيانات، نحمل المسؤوليه لحركه كذا، نحمل المسؤوليه. راه فما عباد مختصين في الركوب على الحدث، وفما عباد مختصين في نضال الساعة الخمسة وعشرين هذيك استنسنا بيهم، وفما ناس يتقلبوا مع الموجة. البارح يبدا يطبلوا المنظومه، واليوم وقت تتقلب المنظومه يطبلوا للحاكم بامره في المنظومه الجديده، والا اللي هو في موقع قوه. ماناش احنا اللي نصرفوا هكا، ومش عبير موسي اليوم اللي باش تجي ضد الشعب. انا نحب نذكرهم الناس هذوما، شوفوا فيديوهاتي اللي فيها 200,000 و300,000 مشاهده. اخر فيديو تنويري انا عملته ما عملتوش على الفصل 80، وقريتكم الفصل 80 قلت لكم اش في وسطه، خاطر انا فاهمه شنو اللي باش يصير، وقلت لكم شنو اللي باش يصير، وفاهمه السيناريو وفاهمه كل شيء. وقلت لكم رانا احنا في الحزب الدستوري ما فماش واحد فاهم الاحداث قدنا، وما فماش طرف سياسي يعرف يقرا الاحداث السياسيه ويستبقها من قبل ويحذر منها وينور الناس ليها قدنا احنا. فصل 80 حكيت لكم عليه، وارجعوا الفيديو نتاعي تراو رسالتي لرئيس الجمهوريه قبل بضعه ايام من 25 جويليا، وقتها قلت له تحب تولي بطل؟ ما نحسدوكش باش تولي بطل، ولي بطل ما عندنا حتى مشكل. انا قلت له افعل، مر الى الفعل، يزينا من الصواريخ واللحظه واتت اللحظه، ووجهنا له رساله واضحه وقلنا ان شاء الله يتلقفها. اذا احنا تحركنا سابق وكلامنا سابق وكل شيء سابق. اللي صار اليوم انه الفصل 80 انا شرحته لكم، تم تفعيله بالطريقه اللي شافها رئيس الجمهوريه. واللي مانيش باش نعاود انا نرجع توا اللي هي خارقه ومش خارقه، لاني انا وريتكم شنو هي صلاحياته في الفصل 80. حاجه واحده انا باش نقولها للخوانجيه ولكل من كتبوا دستور 2014 احسن دستور في العالم، بطبيعه اللي كتبوا كانوا فاعلين مش اللي حاضرين هكاك على غالب خاطرهم اقليه موجودين. وقت اللي قلت لكم راهو الدستور هذايا دمار وسياخته ركيكه وسياخته ملغمه، راهو انقلب السحر على الساحر. لانه اليوم كيف جاء رئيس الجمهوريه اتخلك من كلمه التدابير في مفهومها المطلق، والعباره اذا جاءت مطلقه جرت على اطلاقها، وعمل تاويلات وعمل ليزاكروباسي جوريديك نتاعو اللي هما فيهم تجاوز للفصل هذاك، لكن هو عملهم لانكم انتوما ما عملتوش دستور اللي ينجم ينظم الحياه السياسيه، ودستور اللي يبدا مكتوب الكلمه بحسابها والاجراءات فيه واضحه وكل شيء فيه واضح. لذلك انا عمري ماني باش نخرج ندافع على الخوانجيه ولا نخرج نتبنى اطروحات الخوانجيه.
هذا ما تنجموش تنتظروه مني. وقلت لكم انا في سبيل انه يتم انقاذ تونس من منظومة الخراب والدمار وانه ما نوصلوش المنظومة اخرى ما اتعس نسخة ثانية، احنا مدين يدينا ومدينا يدينا وقلنا الكلام هذا. وبالتالي ما نجمو يكونوا كان في صف الشعب التونسي، الشعب التونسي اللي خرج في برشا محطات اللي توا قلت لكم عليها، وخرج في برشا مرات وعبر على رايه، واحنا كيف 25 جويلية قلنا ما نخرجوش، لانه احنا فاهمين انه فما شكون يتربص بينا احنا بالذات باش ينجم يتهمنا تهم معينه، لانه كي يبدا تحرك ما نعرفوش كيتو شكوني وما نعرفوش شنية اللي وراها، تنجم تصير فيها انديسيس وتصير فيها اتهامات. وبالتالي احنا عمرنا ما نحطوا ارواحنا فريسة للناس اللي تحب تتخلص منا سياسيا وتحب تهزنا للمحرقة وتحب تعمل على ظهوراتنا احنا اي تحركات ومن بعد تنسبها لينا باش يقولوا هاي كما انا قلنا لكم ديكتاتورية وما انا قلنا لكم مستبدة. خلينا الحركة ذيك يمشي كيف ما هو، وشفناه واكتشفناه كيف ما الناس، و للبارح رينا الدنيا الكل ولم نتدخل وما خلينا حتى حد يعلق شماعة متاع حد شيء علينا احنا. لكن هذا ما يعنيش انه احنا مانيش مع الشعب، لانه احنا صنعنا الضغط الشعبي واحنا صنعنا الرأي العام المناهض لهذه المنظومة، ورفضنا نحط ايدينا مع الناس اللي حبت تطول في عمرها بما فيه الحوار الوطني مع سيدهم الشيخ. كان سكتنا احنا راو هذا كله ما صارش، راهم قاعدين مع سيدهم الشيخ وهو يشرط عليهم شكون يحط وزير داخلية وشكون يحط وزير عدل، ومازال يرسكل في روحه ويقع تبييضه. احنا رفضنا كل انواع التفاوض، وفي كل ناس اتصلت بينا من قريب او من بعيد قلنا لا احنا مع الشعب التونسي، احنا عمرنا ما نساهموا في رسكلت هذه المنظومه، وعمرنا ما نساهموا في رسكلت سيدهم الشيخ، وعمرنا ما نساهموا في تبييض الاخوان اللي دمروا البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقيمي وعلى كل المستويات. لذا مش احنا اللي تعطالنا دروس شو نقولوا ما نقولوش مع الشعب التونسي، لانه احنا تو سامبلومون مانيش نمثلوا ومانيش نتصنعوا، ونضالاتنا ماهيش اصل تجاري، نضالاتنا من دمنا من عروقنا من اعصابنا من بدناتنا ومن حياتنا دفعناها، ولليوم الغدوه بعد غدوه باش نواصلوا نكونوا صمام امان، لانه اللي صار البارح والا اللي نسمعوا فيه اليوم ولا باش تسمعوه في الساعات القليله القادمه يلزم يوصل للنتيجه اللي يحب عليها الشعب التونسي، وهذا مربط الفرس. احنا اليوم نحبوا الفرحه اللي ريناها البارح، وانا البارح كيف نتبع في الناس خرجت والعفويه والتزغريت والتزمير، انا الناس هذوكم عرفت علاش خرجوا وحسيت بيهم علاش خرجوا وحسيت بالفرحه اللي في قلوبهم، وعمري ما انا نجي ننكبها ولا نجي نغصها عليهم، انا بالعكس انا باش نساندها لاني انا طالبت بها، وذيك في صميم برنامجنا ورؤيتنا وميثاقنا وكلامنا الكل. لكن انا فهمتهم الناس هذوكم اش حسوا في قلوبهم. البارح نقول لكم الناس اللي خرجت وفرحت وزمرت وزغرتت وقالت اللي احنا تفرجت علينا الغمه، تعرفوا شنو فهموا ولا لا؟ فهموا انه ارتحنا من الخوانجية، وفهموا انه ارتحنا من الغنوشي، وفهموا انه ارتحنا من المشيشي، وفهموا انه تونس اتخلصت من تنظيم الاخوان. هذيك علاش كانت الفرحة متاعهم بالطريقة هذيك. هذيك علاش انا اليوم كي باش نتكلم نيابة عن الحزب الدستوري الحر، نحب نقول لكم انه لن نسمح انه الفرحة هذيك اللي خرجوا فيها التوانسة، رغم اللي ما فهموش بالضبط شنو اللي قال رئيس الجمهورية، وما فهموش بالضبط البلاغ وكل اللي جاي في البلاغ 30 يوم واللي جاي في كلامه نوع، ما فهموش الامور القانونية، هي بيرسيبسيون، في مخهم تنحى المشيشي، تنحى الغنوشي، تنحات الغمة، تنحاو الخوانجية باش يتحاسبوا، هذا شنو اللي فهموا. لذلك اليوم انا الموقف اللي باش نقوله، لن نسمح بالالتفاف على فرحة الشعب التونسي، لأنه فرح الشعب التونسي في 2014 وقت اللي خرجت انتخابات اللي هي طلع فيها نيدي تونس والباشي قايد السبسي، وعلاش فرح وقتها؟ وعلاش تجندت الناس الكل وخرجت؟ خاطر وعدوهم انهم باش يتخلصوا من الخوانجية وانهم باش يرجعوا لهم بلادهم، تونس الحداثية، تونس المدنية، تونس الانفتاح، تونس البرجيبية، هذاك علاش الناس فرحت، لكن من بعد خانوهم وخذلوهم وحطوا ايديهم مع الشيخ وركبوا علينا الخوانجية 5 سنين
تمكنوا من مفاصل الدولة وتمكنوا من كل شيء وتغلغلوا واخطبوتهم اليوم يلزمك وقت كبير باش تتخلص منه. كيف كيف وفي 2019 ناس غدرت بالتوانسة قالوا لهم والله لنحطوا يدينا مع الخوانجية، أولا نعرف البرلمان يصوتوا رجل الغنوشي ويحطوه رئيس مجلس. إذا التوانسة تغدروا برشا وتخانوا برشا، والتوانسة وقت اللي يلقاو شكون اللي باش يفرهد عليهم الغمة يتعلقوا به. التوانسة يحبوا عبير موسي ويحبوا الحزب الدستوري الحر، أما في بالهم اللي احنا في المعارضة، في بالهم اللي احنا ماهوش الفولون عنا. كان جاي الفولون عنا راهو القرارات اللي اليوم ناس فرحة بيهم اللي هي ما تجيش واحد في الألف من اللي يلزمو يصير، رانا عملناها عندنا مدة وعملناها من غير بوليميك ومن غير فصل 80 انقلاب ومش انقلاب ومن غير ما نعطيو فرصة للخوانجية انهم يوليو يتبكاو ويقولوا عملتوا علينا انقلاب. فما ألف طريقة وطريقة انه نوقفوا بها الدمار والمنظومة هذية وكنا نستعملوها، لكن احنا وقفنا مع الشعب بثورة التنوير، وقفنا مع الشعب بانه نشرحوا لكم الحقيقة. انا كليت الترايح وكليت السبان وشرفي شفتوا كيفاش تم التلاعب به، ورضيت بذاك قدام بناتي وقدام زوجي وقدام عائلتي وقدام الناس الكل. المهم انتم توصلكم الحقيقة وتراوا انتم اش صاير في المجلس، وتفيقوا القوانين كيفاش تصير، وتفيقوا التحالفات كيفاش تصير، وتفيقوا بالدنيا الكل باش تكونوا فكرة وما تخليوا حتى حد يتلاعب بيكم ولا يوظفكم ولا يلعب بيكم. وذيك علاش الضغط اللي عملناه انه منعنا كل السبل نتاع الخزعبلات، وصل الناس للحظة اللي هي موجودة اليوم، اللي اللحظة هذه اللي موجودة اليوم ما يلزمش يتم الالتفاف عليها وما يلزمش يتم خيانتها. احنا لهنا باش نقولوا لا لخيانة فرحة التوانسة ولا لخيانة الامل اللي تبعث عند التوانسة. اليوم يلزم المسار اللي باش يتحدد توا في الايام القادمة يلزم يصب في طلبات التوانسة، طلبات التوانسة اللي اولها انه نتخلصوا من الخوانجية اللي تجروا بالدين واللي نشروا الارهاب وتبييض الاموال واخطبوط الجمعيات وتستروا على الفساد ودجنوا القضاء ودجنوا المؤسسات ووصلوا دخلوا للمؤسسة الامنية وشفتوا ايش حبوا يعملوا فيها وكيفاش حبوا يركعوها سياسيا. وايضا يلزم المسار القادم يضمن للتوانسة الخروج من الازمة الاقتصادية وبالتالي الخروج من الازمة الاجتماعية. اليوم ما يلزمناش نقفوا عند الفرحه هذه فقط ومن بعد يقع الالتفاف عليها وتبرد الامور ونرجع عادة نحكيو في حكايات اللي مش هذيك اللي طلبها الشعب التونسي. اليوم احنا دورنا انه نقفوا مره اخرى مع الشعب التونسي لتحقيق المطالب اللي هي تونس تسترجع هيبتها وثوابتها وقيمها، والنظام الجمهوري اللي البارح حكينا عليه واللي يرجع ل 64 سنة واللي الناس تحب تتلاعب بيه، هذاك اللي يلزمنا ندافعوا عليه. هذاك علاش اليوم أنا نخرج باش نقول الرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ميسالش تكون بطل للعالم حاجة ما تقلقناش، احنا ما نحسدوا حتى حد اللي عنده رغبة في تحقيق أهداف التوانسة واسترجاع أسس الدولة. أنت ما تحبناش وما نعرفوش علاش أنت ما تحبناش، احنا على الأقل قلنا أنت غامض ولتوا ما عرفناك أنت شنية، أما أنت ما تحبناش خاطر أنت ما تحبناش وخاطر اللي دايرين بيك ما يحبوناش، وذاك علاش عمرك ما تعاملت معانا في الحزب الدستوري كمواطنين. كنت نسمع فيك تتكلم قبيلة وتحكي على المساواة بين المواطنين. أنا نحب نقول لك سيد رئيس الجمهورية أنت ما احترمتيش المساواة بين المواطنين، وحكيت على برشا حاجات أنت في مجلس النواب اللي بررت بها أنك خذيت قرار التجميد، لكن صورتها في ثوب كأنه فما عركة لداخل في المجلس وأنت نبهت عليهم وهما ما فهموش يقدرهم، يا أخي عملت لهم الإجراء هذاك. أنا كنت نتمنى ومازلت قدامك الفرصة اليوم، والشعب التونسي اليوم اللي فرحان بيك يلزمو يضغط في الاتجاه هذا، أنك تورينا أنك حقيقة رئيس كل التونسيين، وأنه ماش من حقك أنك تعمل حقد وإلا كره وإلا نبذ لفئة سياسية وقوة سياسية اللي هي عندها 100 سنة في الدولة هذه وتنشط اليوم في إطار القانون ومرخصة من الدولة ومن حقها أنها تنعم بحقوق الإنسان والمساواة. إذا أنت ما قلتش إيش صار في مجلس النواب الحقيقي، ما قلتش علاش التبرير، على خاطر يلزمك تقول بعد الحاجات اللي قلتهم تهجموا على اتحاد الشغل وتهجموا على الفلاحين وتهجموا على اندرشنية خاطرهم قاعدين قدامك المنظمين، اما ما قلتش
تهجموا على المرأة التونسية. ما قلتش قاملوا عنف في البرلمان رغم ان كريت الضرب على المباشر. ولليوم ما كانتش عندك الشجاعة باش تخرج وتقول انا لم ارضى بالعنف ضد المرأة في البرلمان، لذلك اتخذت هذا القرار الجريء اللي هو مش مطابق للفصل 80 لكني خذيته لصيانة ركن من اركان الدولة التونسية اللي هي المرأة التونسية. ما كانتش عندك الشجاعة باش تتعامل مع النائب عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المعارضة على قدم المساواة مع أبنائك اللي وقت يتخبشوا ولا يدوخوا شوية ولا يتقلقوا تعيط لهم في القصر وتوري للناس الكل أنك أنت ضد العنف. مش اليوم احنا باش نعملوا الحسابات هذه، لكن يلزم العباد تفهم، يلزم العباد تفهم اليوم أنه المرحلة القادمة يلزم تتغير فيها الأمور ويلزم تتسمى الأمور بمسمياتها. اليوم الشعب التونسي اللحظة اللي تقول عليها أنت لحظة انتظرها وخرج واستبق الأمر، ما استناش الشعب التونسي انك تستكمل القرارات الكل لانه اعطاه ثقه فيك، اعطاه ثقه فيك ويقول لك سيي ابدا، اعطاوك سك على بياض من نهار الاول وخرجوا فرحوا. اذا انت يلزمك تكون في مستوى الفرحه نتاعهم، ويلزمك تكون في مستوى الثقه اللي عطاوها لك، ويلزمك اليوم تبدل طريقه التعامل نتاعك مع المواطنين والمواطنات من مختلف الانتماءات السياسيه و مع الأحزاب السياسية، لأنه منطق الأحزاب الكل خايبين وأنه ما نحبوش الأحزاب في تونس وأنه الأحزاب سبب الخراب، هذا مش صحيح. هذايا يلزم يتقال للأحزاب المناهضة لمدنية الدولة واللي تحمل مشروع ظلامي واللي تحمل مشروع تدميري للدولة. أما ما نساويوش بين الحزب اللي يبدأ وطني واللي جذوره وطنية وبرنامجه وطني ومتماشي مع مطالب الشعب مع التنظيمات اللي عندها ولاء الى الخارج. احنا اليوم شنو اللي باش نطلبوا؟ احنا باش نطلبوا نحبوا نسمعوا، نحبوا نسمعوا انه باش يقع فتح الملفات، الملفات الحارقه نتاع امن الدوله. اليوم نحبوا نسمعوا انه باش تتحل الملفات نتاع التسفير والملفات نتاع الاغتيالات. نعرفوا شكون قتل شكري وشكون قتل محمد البراهمي وشكون اللي ذبح الجنود في المؤسسه العسكريه والامنيين والمدنيين واحداث بن قردان وغيرها. نحبوا اليوم نراو قضاء ونراو احكام ونراو تحميل مسؤوليات في هذه الملفات. وعندك انت توا كل الصلاحيات اللي تنجم تخولك انك تحيل كل المعطيات. وقلت انت باش تتابع بالطبيعه هذيك حكايه ترأس النيابه والكل، انا باش نشوفوك في قادم الايام باش تحترم القوانين والا لا، لكن نحبوا نراو الملفات. البارح كي خرجت انت عملت القرار هذاك، خرج اتحاد القرضاوي، الاتحاد القرضاوي الام، خرج وحرم القرار نتاعك باش تفهموا شكون اللي يسند ويساند في الخوانجيه في تونس، باش تفهموا شنو الاخطبوط اللي مزروع في تونس. ديريكت انت خديت قرار من هنا يهم الدوله التونسيه، خرجوا هما من غادي قالوا تحريم تعطيل العقل الاجتماعي والعقد الاجتماعي. ننتظروا اليوم غلق مقر اتحاد القرضاوي في تونس، وننتظروا غلق مقرات الجمعيات المشبوهه اللي جابوها واللي هي عن طريقها يصير تبييض الاموال، وعن طريقها يصير التمويل الغير قانوني للحملات، وعن طريقها يصير الدمغجه نتاع المواطنين وابعادهم عن مشاكلهم الاساسيه. هذا نحبوا نشوفوه في خارطه الطريق اللي احنا باش نستناوها ونحبوا نراوها. حاجه اخرى باش نطالبوا بها في اطار ما تم الاعلان عنه، انه اليوم نحبوا الناس وقت تحكي على مكافحه الفساد تحكي بطريقه موضوعيه، بطريقه محايده، بطريقه قانونيه، بطريقه تحترم الناس. يعني مش التعويم ومش مكافحة الفساد على كاغد ومش مكافحة الفساد في إطار الحقد وتكريس الحقد وتشويه الخصوم. نحب نراو بالحق مكافحة فساد واضحة وضرورية وأساسية وفي إطار احترام القانون، مش في إطار بعض رينا لأنه بعض التشكيلات الفاشلة سياسيا اللي اليوم ولا تحكي باسمك واليوم تحب تنسب قراراتك اللي عملتها أنت البارح لنفسها وقت اللي هي رفضت في وقت ما انها تصحح عريضه سحب الثقه وانها تنحي الغنوشي، ومازلت تقول له محلى ضحكتك ومازلت تقول له ان تقول لي ليا اركح وشد بلاستك وتساند في الغنوشي. اذا نراو ذاكرتنا ماهيش قصيره، نحبوا اليوم نراو تجسيم حقيقي
لكل ما قلته في الكلام بتاعه وفي النقاط اللي خرجت، لكن بعيد عن التوظيف وبعيد عن استعماله من أجل ضرب خصم سياسي اللي اليوم موجود ويقلق التيارات الفاشلة اللي تستنى وقتاش باش يتحللها الطريق باش تنجم تعاود من بعد تعمل توافقات أخرى مع الخوانجية في صورتهم اللي المستقبلية اللي باش نشوفوها. كيف كيف سيد رئيس الجمهورية، احنا نستناو اذا كان باش تتشكل حكومة جديدة في تونس. نحب حكومة بلاش خوانجية وبلاش غواصات وبلاش الناس اللي حطت يديها مع الخوانجية وتحالفت معاهم، واليوم وقت دارت الامور جد تقلب في الفيستا وتحب تقول احنا مع الشعب. نحب نراو كفاءات حقيقية، نحب نراو الشخص المناسب في المكان المناسب، نحب نراو المرأة المناسبة والرجل المناسب في المكان المناسب، ونحب نراو تكريس مبدأ لا ولاء إلا لتونس باش الشعب التونسي يطمئن، والشعب التونسي يحس انه باش يسترجع الدولة متاعو، والشعب التونسي يصفق ويهلل وتستكمل الفرحة متاعو. وهذايا احنا اللي حريصين عليه، وهذاك علاش اليوم نحبوا نقولوا راهو المنظمات الوطنية اللي ريناها معاك، فيها طبعا المنظمات الوطنية الشريكة التاريخية في تحرير البلاد، لكن رينا شكون عضو مجلس شورى، ورينا شكون دمر الفلاحة، ورينا شكون كان تطلع للريف تلقى الفلاحة يبكيوا من اللي عملوا اتحاد الفلاحة برئاسة السيد اللي قاعد معاك على الطاولة. وبالتالي رانا باش نتبعوا على لوب، باش نتبعوا مدى تطبيق الشيء اللي تقال واللي فرحت على خاطره التوانسة وخرجت البارح بسياراتها وفي الوباء وهي تصفق وتهلل لأنه عندها أمل في مستقبل آخر، مستقبل جديد. نحب نراو اليوم حوارات بين الوطنيين، ما نحبوش نراو الخوانجية مرة أخرى يترسكلوا، ما نحبش نراو مجلس نواب آخر يترأسوا الغنوشي. وهذيك علاش احنا زادا اليوم نقولوا ونطالبوا بخارطة طريق واضحة لتجسيم وتنفيذ القيمة الكبرى والمبدأ الأساسي اللي تم الإعلان عليه البارح واللي كنت نسمع فيه توا في الكلام متاعك يا رئيس الجمهورية. نحبوا خريطة الطريق، كيف ستدار الدولة، كيف سيتم تكليف الحكومة، شكون الناس اللي باش تتحط في الحكومة. ما نحبوش نحي راس بصل نحطوا راس ثوم، وما نحبوش المنطق متاع ناس اللي تجي توا وتولي كيني هي الملاك الطاهر اللي ماهيش مشمولة لا بفساد لا بمشاركة في الفشل لا بحد شيء، وتولي هي تتصدر وناس أخرى نشوهوها وردوها هي مسؤولة على الحاجات اللي ما تعجبناش وما تعجبش بعض التيارات الفاشلة اللي ما نجمتش تعمل اللي عملناه احنا. نحبوا اصلاح حقيقي، نحبوا خريطة طريق حقيقية وواضحة وبرزنامة مضبوطة وبأجيال محددة في خصوص القانون الانتخابي، كيف سيتم التعامل مع الامر في خصوص عمل البرلمان كيفاش باش يكون بعد المدة اللي تم الاعلان عليها. نحبوا نشوفوا الخريطة متاع قانون الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات اللي هي باش تضمن للتوانسة اليوم انتخابات نزيهة وشفافة، ما يتمش فيها اللي صار في الانتخابات الفارطة. إذا نحبوا رؤية كاملة وشاملة على ما تنوون القيام به في إطار التدابير الاستثنائية اللي تقول في فصل 80 انه في الاخر يلزمها ترجع الى تسيير العمل العادي للدولة. ولهنا ما نتصورش الدولة التونسية مازالت باش تقبل انه تكون تحت الفوضوية وتحت عدم الاستقرار السياسي اللي صار على مدة 10 سنين واللي وصلنا للوضع اللي احنا فيه. اذا احنا اليوم نقول للشعب التونسي نجم نهنيو رواحنا بمرحلة، نجم نهنيو بعضنا بمرحلة ضرورية وبتوجه ضروري باش تمشي فيه. مانيش باش نحكي على تفاصيله القانونية، لكن باش نحكي على السياسي.
أما إذا كان هذا الكل لا يؤدي في الأخر إلى ما يصبو إليه الشعب التونسي من إصدار موقف واضح للدولة التونسية مما يسمى الإسلام السياسي ومن تبعاته، وإذا كان مانيش باش نراو مواقف واضحة من عملية تفكيك منظومة الأخطبوط تاع تبييض الأموال وتغلغل الإرهاب، إذا كان مانيش باش نراو تجفيف المنابع نتاع الفساد ونتاع الإرهاب ونتاع المس من أمن الدولة، إذا كان مانيش باش نراو الأمور هذية نوليو كينا ما عملنا حتى شيء ونجمو نرجعوا إلى مرحلة الصفر، وإحنا اليوم ما نحبوش نرجعوا لمرحلة الصفر. اللي نحب نأكده للتوانسة، سندعم كل توجه يصب في تحقيق مطالب الشعب التونسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، سندعم كل ما من شأنه أن يوفر الأرضية للانطلاق في إصلاحات اقتصادية حقيقية، وكل ما من شأنه أنه يخلينا نعمل أوديت فول أوديت على القروض وين مشيت، فول أوديت على فلوس الكورونا وفين مشيت، فول أوديت على كل ما خذيته الدولة التونسية في السنوات هذية، وباش نعرفوا شنو المستقبل اللي يستنينا وكيفاش باش نتحركوا فيه. سندعم كل ما من شأنه أن يحسن الحياة الاجتماعية للتوانسة، وسندعم كل ما من شأنه أنه يرجع لنا تونس، تونس اللي نحبوها، تونس دولة القانون والمؤسسات، وتونس دولة الحريات والديمقراطية، اللي الحريات والديمقراطية ما هي حكر على حتى حد، وهو عملية الفرس الأخيرة ظهرت لنا شكون مع الحقوق والحريات، وظهرت لنا اللي شكون مستعد انه يقمع الحقوق والحريات باش يحقق المآرب متاعو. احنا في الحزب الدستوري الحر ما عندناش عقدة لا من الديمقراطية لا من حقوق الإنسان لا من الحريات لا من محاسبة الفساد ولا من أي شيء، احنا ندعم كل إجراءات عملية ملموسة تصب في هذا الإطار وتؤدي إلى تحقيق النتائج اللي يستنى فيها الشعب التونسي. إذا نحب نطمن التوانسة أن الحزب الدستوري الحر راهو ديما معاكم، راهو ديما بجنبكم، راهو ديما ينوركم، راهو وين يرى أي مطبات ولا أي انحراف ولا أي ابتعاد على الشيء اللي انتم فرحتوا من أجله وزغرتوا من أجله وخرجتوا من أجله، نخرجوا وننبهوكم وننوروكم ونقولوا لكم راهو باش يقع الالتفاف. إذا لقينا ناس ماشية في ثنية باهية ولقينا ناس ماشية في إطار اللي يحبوا الشعب التونسي وتطلبوا الدولة التونسية، سنكون له من الداعمين. إذا موقفنا هو الاستفاف التام كما كنا، ما جبناهش جديد من عنا، وكما انطلقنا معاكم في إطار تحقيق المطالب الشرعية للتوانسة ولتونس الحبيبة المريضة اللي تنزف واللي احنا قلنا راي تستنى في ولادها باش ينقذوها. يظهر لي شفتونا مانيش دعاة عنف، شفتونا بعدنا على كل ما ينجم يجيب لنا شبهة العنف، بالعكس احنا كنا ضحايا العنف، وللبارح فما عمليات الحرق اللي صارت لمقراتنا وعمليات الاعتداءات، احنا تو مانيش باش نغلبوا مصالحنا ومانيش باش نغلبوا حقوقنا الشخصيه او الحزبيه، احنا اليوم باش نغلبوا مصلحه البلاد وباش نغلبوا تحقيق المطالب اللي استناوها التوانسه واللي خرجوا لانهم هما غاضبين وعبروا على الغضب هذايا في اكثر من مناسبه في اكثر من مره، وتضربوا وتهانوا وتسبوا وتقمعوا وتقزموا وتشوهوا من اجل تمسكهم بهذا. مانيش باش نطول عليكم، سنتابع كل القرارات بكل قرب وجدية وبكل موضوعية، لانه احنا تعرفونا وشفتونا حتى عمناول كي قلنا سحب الثقة من الغنوشي ما حبيناش باش ناخذوا احنا لا رئيس برلمان لا نائب اول لا ثاني، احنا ما نحسدوا حد وقت اللي يخدم في إطار اللي نحبوا نوصلوا ليه الدولة، لأنه ما عندناش منطق الغنيمة وما عندناش منطق المشاركة في اقتسام الكعكة وما عندناش منطق شتعتيني وش نعطيك وتوري توري وتخبي تخبي، لا احنا صادقين معاكم وما عندناش أصل تجاري اللي قاعدين ندافعوا عليه ولا نستعملوا فيه. وللناس اللي يقولوا او الغنوشي اتنحى يلزموا يتنحى، انا نستنى لأنه التو مازال ما تنحاش، التو مازلنا ما نعرفوش
شنو باش يكون مصير الغنوشي ومصير البرلمان ومصير الاخوان. اما احنا كيف نقولوا الشيء هذايا، قال لك توا ما تلقى ما تعمل كي يتنحى الغنوشي واصلها التجاري يتنحى وخلصت سيئه اللي كانت تعمل فيه. توا تراو وجه الحزب الدستوري الحر، وتوا تراو نضالاته، وتوا تراو تصريحاته، وتوا تراو برامجه، وتوا تراو خدمته. وقتها نتخلصوا من الغنوشي ونتخلصوا من الناس اللي هي جد دمرت لنا بلادنا ودمرت اسس الدولة التونسية. واحنا حزب بناء وحزب انه نفكروا وحزب حاضرين، عندنا كل البدائل. اما المهم تتحل المنابر باش نعرضوا فيها البدائل، ويكفي من المنابر اللي تقزم وتشوه وتعتم وتتستر وتقاطع القوة الوطنية اللي تشبثت بمطالب الشعب التونسي. واليوم قاعدين نراو انه هذا قاعد يتقدم على مستوى تحقيقة، وان شاء الله يتواصل ذلك. ان شاء الله الناس كل تكون استخلصت الدرس. احنا ما حاشتناش توا بقلبة فيستا جدد، وما حاشتناش براكبين على الاحداث جدد، وما حاشتناش بناس اللي توا باش تتظاهر لنا انه هي فرحانة باللي صار. اما من بعد في الكواليس نعاودوا ننظفوا ونهيكلوا ونرسكلوا ونبدلوا اللاعبين ونبدلوا البيادق ونعاودوا نخرجوا تركيبة أخرى نقدموها للتوانسة كما صار في برشا مرات. المرة هذه إن شاء الله يكون الإصلاح جذري، وإن شاء الله تكون الحلول جذرية، وإن شاء الله تكون المطالب تتحقق بطريقة اللي نتمنيوها للتوانسة، باش احنا نجموا نكملوا نخدموا خدمتنا ونوسعوا هيكلتنا ونعملوا التواصل المباشر ونأطروا المواطنين ونبلغوا مشاغل المواطنين، وذي هو همنا. ديما معاكم وبيكم انتوما، احنا قويين وباش نكونوا ديما عينيكم وديما وذنيكم. ومع ثورة التنوير يتواصل تنوير الشعب ومساندة الشعب، وان شاء الله تونس تكون بخير، وان شاء الله تونس نسمعوا الاخبار الطيبة. وفي كل الحالات كما قلت لكم رانا معاكم، وكلما تقتضي الضرورة باش تلقاونا موجودين في الميدان وفي المنابر وفي كل الأطر متاع التواصل بينا وبينكم. سهرة طيبة، أمال طيبة، أفراح طيبة، وإن شاء الله ما يتمش خذلانكم وخذلاننا، وإن شاء الله تونس تمشي في مسار صحيح. وللحديث بقية وسجل يا تاريخ، لأنه قاعدين نمروا بمنعرجات تاريخية إن شاء الله تؤدي للخلاص، ما تختفش الدورة لحاجات أخرى. بسلامة.